هاد الزراعه بديناها كتجربه خاصه بعيد على اكت فور كوميونيتي، بديتها عام غير كتجربه، وجربتها في واحد المنطقه هنايا في النواحي ديال ما بين اليوسفيه واسفي. والعام الثاني هو فاش بدينا مع اكت فور كوميونيتي واستفدنا من لي فورماسيون ديالو على كيفيه الزراعه وشحال ديال الماء وكاع المعلومات اللي كتعلق بالكينوا، واشتغلنا على بزاف الاراضي هنايا في الطريق ديال بنكرير، كان المقدار ديالهم 35 هكتار اللي خدمنا تما في هذيك المنطقه، وكانت المردوديه زوينه. حنا كنديروا من الاول حتى الاخر، كنزرعوا وميم طون كنشرو من عند الفلاح، وكنديروا حتى لومبالاج، يعني كنوجدوا حتى لي برودوي فين من الاول حتى الاخر. ودابا كنساعدوا حتى الفلاحة الصغار اللي هما مازال ما عارفينش الكينوا في هذه المنطقه ديالنا، باش يفلحوا فيها ونورهم. حتى هما غالبية الفلاحة تيشوف غير المداخل، تيشوف تقريبا شحال كتدخل، وكيقارن ما بينها وبين داكشي اللي موالف تيزرع، بحال الزراع ولا الجلبانة ولا الفول ولا هادي، تيدير واحد المقارنة وتيشوف راسو واش مزيانة ليه هو كزراعة، وتيشوف حتى هي واش كتصبر على حساب المناخ وعلى حساب واش كيتبغي الماء بزاف. والحمد لله الفلاحة لقينا إقبال، والناس باغا تزرع هاد العام نيت، باغا تزرع وباغا تاخد تجربة في هاد الكينوا. تعلمنا مع الناس ديال أكت فور كوميونيتي كأن كيفية الزراعة ديال الكينوا، بعدا شحال ما بين النبتة والنبتة، شحال ديال الما كيخص في المتر كاري، إلا كانت ديال البور مثلا شحال ديال الما تبغي، إلا كانت ديال السقي شحال ديال الما غادي تبغي، النوع الأسمدة اللي كتبغي الكينوا، الأراضي اللي كتبغي الكينوا، كاع هادشي عرفنا من غيرهم. وما كناش غادي نعرفو، كنا غادي نجيو نزرعو عادي وكنا غادي نضيعو. يعني لاحظتوا الفرق ما بين قبل وبعد؟ كاين الفرق كبير، ضروري من لي فورماسيون في مجال ديال زراعة الكينوا، إلا كنتي عارف شي شوية راه غادي توصل إن شاء الله. تقدر هي واخا ما تكونش شتا كثيرة، تكون هي شتا وحدة كاع، تقدر ما تضيعك، تعطيك الغلة ديالك، تعطيك كاع اللي شارج اللي سيرتي، ما غاديش تخليك بلاش، كتصبر هي. خاصهم يديروا الكينوا حتي صراحة واحد العام راس جات شتا وحدة، وهزينا الزريعة ديالنا وهزينا كاع لي شارج اللي خسرنا على شتا وحدة. ما كون كانتي زارعة مثلا شي غلة شي نوع اخر من بحال الزرع ولا كان غادي يموت كلشي، وما كنتي غادي تستافد والو. الكينوا كتصبر كتريزيستي شي شوية العطش. المشروع هو بدا دابا 4 سنين، هذا هو العام الخامس ليه. العام الاول بدينا ب 20 هكتار ديال التجربة، والعام الثاني خدمنا على 80، العام الثالث 120، العام الرابع اللي فات خدمنا على 160 هكتار، هذا العام عندنا مشروع ديال 200 هكتار ان شاء الله بحول الله. وكنحاولوا اننا نخدموا على نوازنوا ما بين السقوي وما هو فلاحي. كان عندنا واحد الانتاج ما بين 35 و 45 طن اللي هو موسمي عادي، اليوم كنخدموا على كنحاولوا اننا نوصلوا واحد 120. انا وصلنا اكتشفنا كاع درنا كاع التجارب اللي يمكن اننا ننتجوا اكثر عدد بالنسبه للزراعه ديال الكينوا. كان الا خدمنا على البور مثلا زرعناها في الفلور كتمشي ما من شهر 11 حتى لشهر 5 ولا 6، الا خدمنا في السقا كنزرعوها من شهر 2 حتى لشهر 6 تقريبا. علاش الفرق بيناتهم؟ غير باش نستافدوا من ديك من داك الشتا الاولى اللي كتكون في شهر 12 وكتكون في شهر 11 وكتكون في شهر 1. هذا هو الفرق اللي كاين بين السقا والبور والتوقيت ديال الزرع ديالهم. زرعناه بجوج المرات في موسم فلاحي واحد وعطات مردوديه مزيانه، وهذا من الاكتشافات ديال الكينوا اللي خدامين عليها ان شاء الله بحول الله اننا نشوفوا كيفاش اننا نقدروا توصلوا حتى 3 مرات في عام واحد، الى هبطنا المده الزمنيه ديالها ديال الزراعه والحصاد ديالها في 3 شهور، نقدروا نوصلوا حتى 3 مرات ان شاء الله. ما كتحتاج في الماء بزاف، نقدروا الى خدمنا في السقا كنخدموا في 3 مرات، في نسقوها 3 مرات في الموسم الفلاحي كامل. وفي البور راه الشتا راه داك الشيء اللي جاب الله راه كافيه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.